في مجمع الصيادة هنا لا يخطئ السياسيون طريقهم نحو اصطياد أصوات سكانه، بينما لا يجد قاطنوه ما يدلهم على العيش الرغيد، حتى بلغوا مرحلة اعتادوا فيها أن يتمشوا وسط هذه الحشائش والأدغال التي أطلق منها تقريري، عسى أن نصل إلى حلول تنتشل أبناء هذا المجمع من عزلته الخدمية. 61 عمارة بواقع 500 عائلة في مجمع شقق الصيادة الواقع جنوب كركوك، سوء الخدمات يلازمهم وكأنه مرض مزمن لا علاج له. هنا حيث لا ماء ولا مجاري ولا كهرباء، والنفايات لا ترفع سوى مرتين في الأسبوع. كابسات البلدية ما تصنع، حتى بالحملة الأخيرة اللي أمر بها السيد المحافظ ما جتنا كابسات، ولحد الآن يعني المجمع التنظيف ماله كلش بطيء. هذا أولا. ثانيا احنا بحاجة إلى ربط الماء الحلو، لأن المجمع يعاني من وصول الماء الحلو منذ 10 سنوات. دامة ماكو تنظيف، ماكو مي مالح، خدمات ما بيه، مو متوفر بيه خدمات. اي والله مهمل المجمع، حيل مهملي من النفايات، من النفايات، الأنقاذ، الحشائش، دامة ماكو تنظيف ماكو بيه. وفي ظلام الليل الحالك مفارقة ينظرون فيها إلى القمر على إنه وسيلة ترقيعية لفشل أعمدتهم غير الصالحة للإنارة، بصورة تشعرك أنك قد دخلت مدينة أشباح. وهنا مركز صحي مغلق تحول إلى قاعة لمجالس العزاء. بالليل ماكو أي قلوب، أي إنارة ماكو. احسب من تجي من خارج من السايدين سيارة روتينيين، يعني هذا اللايت سيارة قدامك، بس من تنزل بالباب يعني تريد تروح لك على العمارة ماكو، ظلمة ما تندل، لازم لايت، لازم بيدك موبايل أو جداه. يعني عصر القبل هم ما كان هيجي، المريض يروح لازم للمستشفى، وأكثر العوائل ناس فقراء وما تقدر تصل للمستشفى، الحالات طارية ومهمل المستشفى. والله شنو بحاجة على أساس ما الإسكان مو تابع للإسكان. يقول نيلسون مانديلا: ليس حرا من يهان أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة. والحليم تكفيه الإشارة. عبد الله العامري، قناة الفلوجة، كركوك.